تعزز قطاع التربية هذه السنة بعدد من المنشآت الجديدة، نذكر منها 4 ثانويات جديدة تم استلامها، ستدخل حيز الخدمة بداية من الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بثانوية عين بوزيان بمنطقة عين بوزيان وفك العزلة على أبنائها الذين كانوا يتنقلون إلى الحروش للدراسة في ثانوية الكواكبي، ثانوية أيضا بثمالوس أيضا لفك الضغط الموجود على باقي الثانويات، وثانوية بمنطقة الزفزاف داخل سكيكدا أيضا لفك الضغط على هذه المنطقة التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا وتوزيع عدد كبير من السكنات. إضافة إلى ذلك لدينا عدد من المحلات التي كانت مهملة بمنطقة الحمام القريبة من كركرة، هذه المحلات بالتعاون مع رئيس البلدية والولاية تم تحويل هذه المحلات إلى ثانوية ذات سعة 600 مقعد بيداغوجي وبمطعم مدرسي نصف داخلية تتسع ل 200 تلميذ. إذن هذه المؤسسة ستفك العزلة عن أبنائنا التلاميذ الذين كانوا يتنقلون من هذه المنطقة إلى تمالوس وكركرة وهذه الضواحي. إضافة إلى ذلك لدينا متوسطتين، متوسطة بمنطقة الحمورة بتمالوس أيضا جاهزة لاستقبال التلاميذ، ومتوسطة بالزفزاف أيضا التي بها ثانوية ومتوسطة لفك الضغط على هذه المنطقة التي تعرف كما ذكرنا توسعا عمرانيا كبيرا وتوزيع سكنات عديدة في هذه المنطقة. إضافة إلى نصف داخلية أيضا المتوسطة الجديدة برمضان جمال، حوالي 69 قسم توسعة موزعة على عدد كبير من البلديات، إضافة إلى عدد من المطاعم المدرسية التي ستعرف أو تدخل حيز الخدمة هذه السنة. إذن هذه الهياكل كلها إضافة للهياكل القديمة ستستقبل ما يعادل أو ما يقارب 265 ألف تلميذ موزعين على المراحل التعليمية الثلاثة، أي حوالي 504 مدرسة ابتدائية، 61 ثانوية، و 144 متوسطة، هذا باحتساب المؤسسات الجديدة.